يبغى يحل الواجب، ما يبغاش احد يعرف يحل الواجب. مصطفى عادة هذه مشكلة نقابلها. يجيك واحد في إدارة عندنا، مدير إدارة شافه ما شاء الله اللوبة وشافه الرجل المتحرك، قال له أنت المسؤول عن التخطيط. هو فهم الموضوع إني أنا وحدي ما أبغى أحد يعرف، حتى مدير الإدارة ما أبغاش يعرف، وممكن يسوي شيء غريب اللي يتجاوز حتى مديره. خلاص صارت البرامج عنده والأنشطة عنده والفعاليات، قال يا أخي مدير أكلمه كل مرة يعني أروح له المحاماة في المحافظة على طول مباشرة. وهذا من الأخطاء اللي تحصل. تذكر يجب أن تزود مديرك وتزود الزملاء بتقارير يومية عن ما يتم إنجازه. وجدوا أن أول مرحلة هي مرحلة مبدئية، هذه مرحلة إيش تسمى؟ هذه مرحلة تحضير. خطورة هذه المرحلة إن ما فيش أشياء ملموسة عندك تعرضها. يعني فلنقول إن عندنا بعد 3 شهور هنا في ملتقى الجودة، هنا الآن في المرحلة إيش المطلوب؟ كتبنا خطابات. تخيل تروح المدير تقول إحنا الآن كتبنا خطابات، قال بس ليش؟ هو مركز على أي فعالية؟ على القاعة، وإن إحنا الآن الناس دي محاضرين. طب إيش البرنامج اللي سيكون موجود؟ جيد؟ فأنت الآن صحيح أنت شغلك صح، لكن المشكلة إن التركيز على هنا، التركيز مش هنا. طيب هنا ماذا أفعل؟ هنا لابد أوضح الخطة حقي، أوضح برامجي. هذه مرحلة اسمها مرحلة مبدئية للعلم. أخطر مرحلة في التخطيط هي أول مرحلة وآخر مرحلة. أخطر مرحلتين في التخطيط واللي أخاف عليكم منها هي المرحلتين الأولى والأخيرة، ليس اللي في النص. ايش اللي يحصل في الاولى؟ في الاولى اذا لم تستطع ان تجمع معلومات بشكل جيد، وفي الاولى اذا لم تستطع من البدايه ان تطمن الاداره وتطمن المسؤولين، ما تتحرك الخطه. اذا انا احتاج هنا امرين، واحد جمع معلومات عن كل شيء عشان اتاكد ان كل شيء صح، ما اعطيش معلومات خاطئه. اثنين اني اعطي معلومات تطمينيه ان عندنا خطه، ان ترى في